حياكم الله مشاهدينا من وطني، إليكم نشرة الأخبار وهذه أبرز عناوينها. مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لقانون دعم الأمن الغذائي، واللجنة المالية النيابية تؤكد تضمينه مخصصات لوزارة الصحة. الديمقراطي يؤكد عدم التوصل إلى تفاهمات مع الاتحاد الوطني، والأخير يؤكد شراكته القوية مع الإطار الشيعي. منتقداً أداء حكومة الكاظم محافظ الديوانية، يطالب بعقد اجتماع وزاري ميداني لمعالجة قضايا المحافظة. المحاضرون في جميع المحافظات يجتمعون في تظاهرة مركزية أمام البرلمان في بغداد، وحدوث إصابات واحتكاكات مع قوات الأمن. هذه تفصيلات النشرة. عقد مجلس النواب جلسته اليوم التي خصصها للقراءة الثانية لمشروع قانون دعم الأمن الغذائي، وذلك بحسب جدول الأعمال الخاص بالجلسة. وقد سبق وأن عقد الجلسة لسلسلة اجتماعات منفصلة للجان النيابية، بينها اللجنة المالية التي استضافت عددا من المسؤولين المعنيين بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وقال عضو اللجنة النائب ستار العتابي أن اللجنة عازمة على مناقشة فقرات القانون لحين إنضاجه بشكل صحيح، مشيرا إلى أن المحاولات جارية لتمرير القانون ضمن سقف 25 تريليون دينار، وربما يتم تمريره بعد أسبوع من قراءته الثانية. وأكد العتابي أن قانون الأمن الغذائي يتضمن فقرات تتضمن تخصيصات لوزارة الصحة، محذرا الأطراف السياسية من زج القانون ضمن الصراع السياسي. هذا وتوقع النائب عبد الهادي محان أن تصدر المحكمة الاتحادية حكما ولائيا يمنع تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في حال صوت عليه مجلس النواب. وقال النائب محان أن تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي نيابيا لا يعني تنفيذه، مبينا أن أصل عنوان القانون يختلف عن مضمونه، وأن هنالك ما يقارب 30% من المخصصات تذهب للدعم الغذائي، و70% تذهب للطاقة التموينية وتمويل المشاريع الجديدة، فضلا عن المشاريع التي هي قيد التنفيذ. وبالتالي فهو مخالف لعنوان الأمن الغذائي ولقرارات المحكمة الاتحادية. هذا في ملف التشريع. قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية رفع مشروع قانون خدمة العلم لقراءة أولى تحت قبة البرلمان. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعا برئاسة النائب خالد العبيدي لمناقشة مشروع قانون خدمة العلم، فضلا عن استكمال مناقشة النظام الداخلي للجنة، مضيفة أن نقاشا تناول تعديل قانوني الخدمة والتقاعد العسكري، إضافة إلى أداء السيطرات الداخلية والخارجية، حيث قررت زيارة مقر العمليات المشتركة لإيجاد حلول ناجعة لملف السيطرات التي يشوب عملها الفساد وتصحيح الأخطاء.
أكد القيادي في الحزب الديمقراطي مهدي عبد الكريم عدم وجود اتفاق نهائي مع الاتحاد الوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية. وقال عبد الكريم أن الحوار والتفاوض لحسم هذا الملف مستمر وقائم وسط أجواء إيجابية، وهناك إرادة حقيقية لحسم هذا الملف في القريب العاجل، مبينا أن حل الخلافات داخل البيت السياسي الكردي سوف يسهم بحل الأزمة السياسية في العراق عموما، كما سيسرع من عملية تشكيل الحكومة الجديدة. هذا وقد أعلن الحزب الديمقراطي استمرار مباحثاته مع الاتحاد الوطني لإنهاء الأزمة السياسية بشأن إدارة الإقليم، مبينا أن أبلغ الاتحاد بتمسكه بمرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد. وقال عضو الحزب سعيد ممزيني أن الحوارات المشتركة بين الحزبين وباقي الأحزاب مستمرة وتتضمن النقاش مطولا في مسألة الاتفاق على إدارة الإقليم والملفات العالقة مع بغداد. وبين ممزيني أن الديمقراطي يسعى من خلال الحوار لإنهاء الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الحزب مصر على ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية دون أي تراجع رغم الحوارات مع الاتحاد الوطني بهذا الشأن. هذا وأكد عضو الاتحاد الوطني غياث السورتشي أن مرشح رئاسة الجمهورية يجب أن يحظى بقبول التيار الصدري والإطار التنسيقي لكي يتم التصويت عليه في البرلمان. وقال سورتشي أنه لا يمكن أن يكتمل نصاب اختيار رئيس الجمهورية ما لم يتفق الإطار والتيار، ولذلك فأن سبب الرئيس وراء الانسداد السياسي هي الخلافات داخل البيت الشيعي. هذا وأكد الاتحاد الوطني أن تقارب القوى الكردية الأخير لا يؤثر على علاقته بالإطار التنسيقي القوية. وأضاف القيادي في الاتحاد الوطني حسن آلي أن هناك تنسيقا عالي المستوى مع الإطار الشيعي، إضافة إلى التقارب المهم بينهم بين نائب المعلومات التي تتحدث عن تفكك الثلث الضامن. وشدد آلي على أن الاتحاد الوطني الكردستاني ما زال شريكا أساسيا للإطار التنسيقي الشيعي، معربا عن الأمل بأن تتمكن القوى الشيعية من إنهاء خلافاتها وتوحيد جهودها. مشاهدين، هذا والمزيد من المعلومات للإضاءة حول هذا الملف معنا عبر سكايب عضو ائتلاف دولة القانون السيد عمران كركوش. أهلا بك سيد عمران، أهلا بك عبر شاشاتنا. بداية معك سيد عمران، كان هناك حديث عن مبادرة جديدة للإطار التنسيقي خلال اليومين الماضيين، ما هي المعلومات المتوفرة اليوم لديكم حول المبادرة؟ أهلا بك، تفضل. حياك الله وحيا مشاهدك الكرام. حقا حسب المعلومات لا توجد اطروحه جديده او مبادره جديده، انما هناك المبادرات القديمه التي تدور حول النقاش الان، وبالتالي اعتقد الاتصالات تقوم على اساس امكانيه حل المشكله ما يتعلق برئاسه الجمهوريه داخل بالتعاون مع الاخوان في الاكراد بهذا الشان، وكذلك محاوله اعاده يعني التفاهم وفتح ابواب للحوار مع الاخوان في التيار الصدري للبحث في اليات تفعيل المبادرات السابقه، اما هناك مبادره جديده لا توجد الى هذه اللحظه بهذا المعنى، نعم. طيب سيد عمران كركوش، الاتحاد الوطني يؤكد تمسكه وتفاهماته مع الاطار التنسيقي ويبعد او ينفي كل ما يجري حول المعلومات عن تفكك الثلث الضامن، كيف تعلقون على هذه التصريحات؟ يعني طبعا هذا نحن هناك اتفاق عميق ويعني جوهري بين مع الاخوان الاكراد، وما حصل في المرحله المقبله ربما بعض المواقف التي يعني دعمت الانشقاق داخل البيت الشيعي، واعتقد الان ربما يلعب الاخوان في الاتحاد الوطني دورا جوهريا لاعاده اللحمه والعلاقه الايجابيه بين داخل البيت الكردي ومن ثم مع البيوتات الاخرى يعني. ولذلك هناك اطمئنان وتفاهمات اساسيه
بين الاخوان في الاتحاد الوطني والاخوان في اطار التنسيق، وكذلك علاقات موجوده مع الاخوان في الحزب الديمقراطي، ولربما دعمنا وهناك دعم كبير من اطار التنسيق للاخوان الاكراد بان يذهبوا بعيدا في تفاهماتهم واتفاقهم حول رئاسه الجمهوريه. هذا الملف الذي قطعا انجازه وسيؤثر ايجابيا على ملف رئاسه الوزراء، ونحن نعتقد ان الاخوان الاكراد دائما تاريخيا يلعبون دورا ايجابيا في لملمه شمل العمليه السياسيه، ولعب دور جوهري في يعني صناعه الاستقرار السياسي في العراق. طيب إذا كان هم الأخوة الكرد منذ زمن حسب ما نوهت حضرتك أنهم يلعبون دورا مهما في لملمة الأزمة السياسية، لما اليوم الأوضاع تتأزم كرديا؟ يعني إن شاء الله لا يوجد، يعني الآن المؤشرات الأخيرة يعني التحركات بين الطرفين الكرديين أعتقد إيجابية، لم تعد ربما ما دام هناك طاولة نقاش واتصالات أعتقد لم يعد للأزمة من وجود إلى هذه اللحظات. هسه الآن يختلفون على موضوع رئاسة الجمهورية وبعض التفاصيل الملحقة بهذا الموضوع، أعتقد سيتم الاتفاق عليها فيما يتعلق برئاسة الجمهورية، أو كذلك موضوع ترتيبات السلطة داخل الإقليم، يعني محليا داخل إقليم كردستان. فبالتالي اعتقد لهذه اللحظه اعتقد هناك تحول ايجابي في العلاقه بين الطرفين، ونحن ندعم حقيقه هذه العلاقه، لانه اي توتر بين المكون السياسي هو ليس في صالح الجميع، واثبتت التجربه العراقيه منذ خاصه في الانتخابات الاخيره ان اي محاوله لتفتيت اي قوه سياسيه انما سيلقي بظلاله على القوى الاخرى. فبالتالي اعتقد لهذه اللحظات الاخوان الاكراد بداوا الان حقيقة يعني يذهبون باتجاه إيجابي نحو حل مشكلة رئاسة الجمهورية التي ربما حلها سيؤثر إيجابيا على باقي الملفات الأخرى. طيب اليوم مجلس النواب ينعقد أو انعقد وهناك إصرار على تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، برأيك ما الذي يحصل وراء هذا الإصرار؟ هل هناك دوافع سياسية لتمرير هذا القانون لثبوت الحضور والنجاح خصوصا بعد الفشل في الملفات الأساسية مثل تمرير رئيس الجمهورية برأيك؟ يعني ومن الصعب فصل السياسي عن اي قانون الان يتم تغييره في داخل البرلمان، قطعا القضيه السياسيه حاضره بقوه في هذه اللحظات. يعني هناك محاولات لربما ارسال رسائل انه الامور سائره بغض النظر عن الانسجام السياسي، وان البرلمان يقوم بدوره بغض النظر عن وجود قضيه رئاسه الوزراء والجمهوريه. وتعلمنا ايضا هناك ربما محاولات لتوفير غطاء لنشاط الحكومه في هذه اللحظات، وهناك تعلمون انه ايضا الوضع في العراق بشكل عام يعني يحتاج الى دعم مالي والى مشاريع وما شابه ذلك، ولكن في الوقت عينه اعتقد هذا الموضوع اصبح ربما يشكل ربما ازمه سابقه وخطيره ربما، خاصه بعد ان منعت الحكومه والمحكمه عفوا المحكمه الاتحاديه جردت البرلمان من يعني المضي باي قانون ذا جنبه ماليه. وبالتالي اعتقد تمرير هذا القانون لهذه اللحظات ربما يصطدم بعواقب او بعقبات كثيره، اذا تم حلها ربما يسير يمضي القانون، ولكن لهذه اللحظات اعتقد الاصرار على تمرير القوانين دون ان يكون لها يعني غطاء قانوني واضح من المحكمه الاتحاديه العليا يسبب لاحقا مشاكل يعني سياسيه جمه. نعم سيد عمران كركوش كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك. هذه عودة لكم. قال عضو اللجنة المالية النيابية ستار العتابي أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يعالج الوضع الصعب الذي يمر به البلاد، ولكن لا يمكن أن يكون بديلا عن قانون الموازنة العامة. وأضاف العتابي أن القانون سيكون منفذا لتلبية الاحتياجات التي تقتصر على توفير مستلزمات البطاقة التموينية وتسديد مستحقات الفلاحين وشراء الحنطة والشلب من الداخل والخارج، وكذلك دعم وزارة الكهرباء لتسديد ديونها، مشيرا إلى أن البرلمان يتعامل مع الحكومة وفق الدستور، مستبعدا أن يذهب مجلس النواب لقراءة الموازنة إلا في حال تشكيل حكومة جديدة أو تسمح المحكمة الاتحادية بأمر طارئ أو تقدم الحكومة الحالية طعنا أو التماسا للمحكمة الاتحادية لتحصيل استثناء لتقديم القوانين.
هذا وقد ناقشت لجنة الاقتصاد النيابية اليوم تحسين مفردات السلة الغذائية وانسيابية وصولها للمواطنين. وقالت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب لها أن لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية عقدت اجتماعا ناقشت خلاله تحسين مفردات البطاقة التموينية وانسيابية وصولها للمواطنين دون عرض مزيد من المعلومات حول مخرجات الاجتماع. هذا وقد عقدت اللجان النيابية اليوم عددا من الملفات مع الجهات التنفيذية. وذكر بيان للدائرة الإعلامية أن لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية استضافت مدير عام شركة تسويق النفط سوما للاطلاع على عمل الشركة. هذا وقد قررت لجنة التخطيط الاستراتيجي خلال اجتماعها اليوم استضافة وزير التخطيط خالد بتال، وذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أمل الطعمة، حيث ناقشت إعادة تفعيل الوحدة الاستشارية الخارجية مع كل جامعة من بغداد والمستنصرية وجامعة النهرين، فضلا عن قرار لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية استضافة وزير التخطيط خلال اجتماعات اللجنة القادمة. اقتصاديا، سجلت أسعار النفط قفزة جديدة في الأسعار على خلفية الأوضاع المضطربة التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية. وبحسب المواقع الاقتصادية المختصة فأن سعر خام البصرة الثقيل وصل إلى 109 دولارات فاصلة 72 سنتا. يأتي ذلك فيما تعيش أسواق النفط والطاقة العالمية اضطرابا غير مسبوق بعد قرار الاتحاد الأوروبي حظر 90% من النفط الروسي، وذلك في إطار الحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا. وبحسب خبراء اقتصاديين فإن الحظر على النفط الروسي سيؤدي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا. هذا وإلى بابل، تنتشر عمليات الجزر العشوائي نتيجة إغلاق المجزرة القديمة والتلكؤ في افتتاح مجزرة الحلة الحديثة رغم جهوزيتها منذ 9 أعوام، الأمر الذي ربما يفاقم عدد الإصابات بفيروس الحمى النسفية علياس. والمزيد، مجزرة الحلة الحديثة أنجزت منذ عام 2013 وما تزال مغلقة حتى اللحظة رغم الحاجة الماسة لها، خاصة بعد إغلاق مجزرة الحلة وتفشي ظاهرة الجزر العشوائي الذي يشكل خطرا على حياة المواطنين في ظل وجود فيروس الحمى النزفية. مديرية البلدية تؤكد أن المجزرة جاهزة للعمل وتم استئجارها لأحد المستثمرين، إلا أن النزاهة أوقفت الإجراءات لأسباب تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري. بالحقيقة المشروع من المشاريع اللي يعني تعرض للتلكؤ بسبب يعني كان تلكؤ الشركة المنفذة. البلدية مؤخرا قبل شهرين ثلاثة صار إعلان ومزايدة وأحيلت لشخص بقيمة 200 مليون سنويا، وتعرف حتى تتم تسليمها صار جرد بالمواد لأن بها مواد معدات بآلاف الأعداد، يعني الآيتمات نسميها بها مواد ومعدات بالآلاف تصل لآلاف. حاليا ايضا موضوع التاخير انفتح بالنزاهه وصار تحرز، واحنا يعني ثبتنا تحفظنا انه احنا اليوم بدنا نكمل اجراءات تسليمها وصار تحرز، يعني ما نقدر نكمل يعني مع التزامن مع الحمى النسفي. يعني هم شفنا تناقض الموضوع انه احنا اذا نريد نكمل اجراءات وصار تحرز، هذا موضوع ايضا يعيقنا. الجهات المختصة في المحافظة وتحديدا دائرة البيئة والمستشفى البيطري أكدتا على ضرورة الإسراع بافتتاح المجزرة الجديدة لما تحويه من تقنية حديثة في مجال جزر الحيوانات والتعامل مع مخلفاتها، ناهيك عن واقع المجازر القديمة التي تفتقد لأبسط مقومات السلامة الصحية والبيئية. من الأمور الواجبة بكل محافظة وبكل قضاء وبكل ناحية أن تكون هناك مجزرة حتى ما يكون ينتشر الجزر العشوائي ولا تنتشر الأمراض، وخاصة احنا بظرف منتشرة الحمى النسفية. لذلك وجود المجزرة وافتتاحها بهذا الوقت يعني ضرورة ملحة، واحنا قلت لك كعملنا كمديرية بيئة بابل مانحين الموافقة ان يكون العمل بهذه المجزرة.
طبعا اكو محددات ومتطلبات للمجزره، كمحددات هي محققه فعلى ضوءها منحه الموافقه، تبقى من تشتغل ان شاء الله راح تكون لها عليها مراقبه شديده من قبل مديريه البيئه، ووجود المجزره راح يقلل من الاصابه ويقلل من الجزر العشوائي وانتشار الامراض، وهاي طبعا من الناحيه الصحيه هي مطلوبه بكل مدن العراق. وتؤكد المستشفى البيطري في بابل ان حملات التحفير والتعقيم مستمره في المحافظه، لكن الامر بحاجه الى جهود مشتركه من جميع الدوائر، وخاصه ظاهره الجزر العشوائي التي سيتم السيطره عليها فيما لو دخلت المجزره الحديثه الى العمل. المجازر في محافظة بابل تفتقد لأبسط شروط السلامة البيئية، خاصة بعد إغلاق مجزرة الحلة القديمة، الأمر الذي يدفع بالقصابين إلى الجزر العشوائي، ما يزيد من احتمال تزايد الإصابات بالحمى النسفية ما لم تعجل الحكومة المحلية بافتتاح مجزرة الحلة الحديثة. من بابل علياس، قناة وطن الفضائية. طالب محافظ الديوانية زهير الشعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بعقد جلسة ميدانية لحكومته في المحافظة للوقوف على احتجاجاتها واحتياجاتها. وقال الشعلان أن الحكومة الاتحادية مطالبة بزيارة المحافظ للاطلاع على أهم احتياجاتها، مشددا على الحاجة لأهم الخطط الخدمية. وأكد الشعلان أن الجلوس خلف المكاتب واستقبال طلبات النواب الممثلين المحافظات أو طلبات الكتل السياسية القريبة على الحكومة وتوفير ما يريدونه يعد أمرا غير صحيح ولا يصب بمصلحة المواطن مطلقا. وأعرب الشعلان عن أسفه من أخذ الحكومة بطلبات أصحاب الألسن الوقحة التي تطالب بقوة بالحقوق، في حين لا تهتم الحكومة لمن يهتمون ويعتمدون الجانب التخطيطي والعنصر الإداري والفني. هذا وقال النائب عن ذي قار أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية غير كافية لإنهاء ملف الشحة المائية في مناطق شرق وجنوب المحافظة. وذكر النائب داخل راضي أن وزارة الموارد المائية قامت بزيادة الحصص المائية في المناطق على الحدود بين ذي قار والمثنى إلى 50 مترا مكعبا بالثانية، وهي كميات غير كافية لإحداث جريان في نهر الفرات، مضيفا أن في مناطق التحايد لنهر الغراف تم رفع الحصة المائية إلى 92 مترا مكعبا بالثانية، وهي أيضا غير كافية، ويتطلب الأمر إلى زيادته إلى 120 مترا مكعبا بالثانية. وحذر راضي من أن الوضع الحالي والمستقبلي غير مطمئن بالنسبة للأهوار وفقا لبيانات الوزارة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وتحريك من قبل الحكومة المركزية لزيادة الإطلاقات من دول المنبع لحوضي الفرات ودجلة. أكدت النائبة عن كتلة الصادقون ناسك مهدي الزنكي أن استمرار إهمال الحكومة للزراعة وغياب الرؤى المستقبلية الواضحة وعدم وضع الخطط الاستراتيجية كلها عوامل أصابت القطاع الزراعي بالشلل. وقالت الزنكي أن قلة المياه في الأنهر الرئيسة تجبر الفلاحين على مغادرة أراضيهم الزراعية، مبينة أن التغير المناخي يزداد حدة ويرغم المزارعين على النزوح وترك أراضيهم وبيع مواشيهم. وطلبت الزنكي للعمل بشكل جاد للحد من النزوح الجماعي للمزارعين عبر إعادة النظر بالخارطة الزراعية وإدخال تقنيات الري الحديثة وإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الري ودعم الفلاحين. التهمت الحرائق على مدى يومين بساتين للنخيل في قضاء المدينة شمال غربي محافظة البصرة، ما تسبب بخسائر كبيرة. وقال مدير زراعة البصرة هادي حسين أن حريقين كبيرين وقعا يومي الأحد والاثنين في بساتين للنخيل في قضاء المدينة، مؤكدا خسارة نحو 1000 نخلة على مساحة نحو 50 دونما. وأشار حسين إلى أن قوات الدفاع المدني واجهت صعوبات بالغة في الوصول إلى مكان البساتين المحترقة، مشيدا بالتعاون بين الأهالي والعشائر لإخماد الحرائق التي لم يتم تحديد السبب فيها وراء وقوعها.
شهدت التظاهرات المركزية للمحاضرين إصابات بين المتظاهرين وقوى الأمن الخاصة بحماية المنطقة الخضراء. هذا وقد شاركت حشود المحاضرين القادمين من بغداد وبقية المحافظات في تظاهرات مركزية أمام مقر البرلمان مطالبين بتحويلهم على قرار 315 وإضافة استحقاقاتهم في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. هذا وقد وصل إلى بغداد صباح اليوم المئات من المحاضرين للتظاهر المركزي أمام مجلس النواب ووزارة المالية من أجل الضغط على مصادر القرار من أجل تلبية مطالبهم. قرر معتصمو المعاهد التقنية في ديالى إغلاق بوابة دائرة المنتوجات النفطية بالأقفال في ردة فعل غاضبة. وقال عضو تنسيقية الاعتصام محمد الشمري أن اعتصام خريجي المعاهد التقنية أمام دائرة المنتوجات النفطية في بعقوبة مستمر لليوم الثاني على التوالي مع إغلاق بوابة الدائرة بالأقفال من أجل الضغط لنيل حقوقهم في توفير عقود أو وظائف عمل لألاف العاطلين من خريجي المعاهد. وأضاف الشمري أن الاعتصام مستمر وإلى إشعار آخر مؤكدا بأن هناك خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب. وفي الملف الأمني اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أربيل بفتح المجال أمام التوغل التركي داخل المحافظات الشمالية وانتهاك سيادة العراق مؤكدا تواطؤها مع أنقرة من خلال اتفاق بين جانبين. وقال الصيهود أن الزيارات التي تجري بين رئيس حكومة أربيل والجانب التركي بين الحين والآخر واللقاءات المستمرة تؤكد وجود علاقات وطيدة بين الجانبين، مضيفا أن بغداد وبسبب سياسة الإقليم لا تقدر على القيام بأي دور تجاه الانتهاكات التركية ولا تستطيع تحريك أي قوة عسكرية في الشمال، لافتا إلى أن تركيا لا تنتهك السيادة بقدر انتهاك أربيل لسيادة العراق. هذا وأكدت مصادر أمنية تعرض قاعدة عين الأسد في الأنبار لقصف بالصواريخ. وأضاف المصدر أن عددا من الصواريخ سقط بالقرب من إحدى مداخل القاعدة، فيما سقط عدد آخر من الصواريخ في محيط القاعدة نافيا وجود أي خسائر بشرية أو مادية بحسب المعلومات الأولية. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الإطاحة بأربعة عناصر منتمين إلى فرقة مؤتة الإرهابية غربي نينوى. وذكرت المديرية في بيان أن عمليات نوعية لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبإسناد قوة تابعة لقيادة القوات البرية تم خلالها مداهمة مكان تواجد أحد الإرهابيين في قرية الصمود بناحية زمر، مضيفة أن العملية أسفرت عن اعتقال أحد عناصر داعش الإرهابية العاملين ضمن ما تسمى بفرقة مؤتة في ولايات الجزيرة وشقيقه وابنه من المنتمين لتلك الفرقة، حيث قتل شقيقه واعتقل ابنه خلال العملية.
جنوب شرق تل عفر. وقالت الهيئة في بيان أن قوة مشتركة من الجيش واللواء و53 التابع للحشد الشعبي بدأت اليوم عملية تفتيش واسعة لمناطق جنوب شرق تل عفر. وأضافت الهيئة في بيانها أن العملية تهدف إلى تفتيش جبال الشيخ إبراهيم وقرية الخان لملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية. أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة بعدد وفيات وإصابات الحمى النسفية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر أن الوزارة سجلت 120 إصابة جديدة بمرض الحمى النسفية، بينها 20 حالة وفاة. من جهته أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لوضع خطة توعوية عاجلة لتصدي المرض النسفي، مشيرا إلى أن غرفة العمليات ضمت المحافظ وعدد من المديرين العامين والمسؤولين في وزارتي الصحة والبيئة والجهات ذات العلاقة، مؤكدا وضع خطة عاجلة للتوعية وتنفيذ حملة موسعة للوقاية من المرض وإرسال الفرق الرقابية والتفتيشية في عموم الأسواق والمناطق السكنية والمجازر لمتابعة تنفيذ إجراءات وزارة الصحة. وإلى محافظة البصرة، إذ انتقد ناشطون حكومة البصرة المحلية من تمرير صفقة شراء لسيارات إسعاف تشوبها بعض الشبهات، حيث أن سيارات جرى عليها تغيير وتم تحويلها إلى سيارات إسعاف رغم قدم مديراتها. هذا وللإضاءة على هذا الموضوع ينضم معنا عبر استديوهاتنا أو عبر السكايب السيد علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان في محافظة البصرة. أهلا بك أستاذ علي، أهلا بك عبر شاشاتنا. بداية معك أستاذ علي، كيف ترى هذه الصفقة اليوم وما هي حيثياتها؟ أهلا بك، تفضل. نعم، بالتاكيد سياسه وزاره الصحه ومدير صحه البصره يعني للاسف الشديد هي فيها تخبط واسع على مستوى يعني التعاقد وعلى مستوى تقديم الخدمات للمواطنين. هناك تقارير دوليه تؤكد ان يعني الصحه في العراق هي حقيقه في ادنى المستويات على مستوى تقديم الخدمه وعلى مستوى يعني قضيه الاداره في الوزاره وكذلك الملحقات الأخرى. بالتالي الصفقات التي تعقد من ناحية تقديم الخدمة للمواطنين هي كثير منها أما تكون متلكية أو تكون فيها شبهات فساد. بالتالي صفقة السيارات 2 مليار في البصرة اللي تم التعاقد من قبل الحكومة المحلية مع صحة البصرة هي صفقة حقيقة يعني تشوبها الشبهات و ليست بالمستوى المطلوب. سيد علي، عفوا يعني تعليقا على كلامك على العدد حقيقة شد انتباهي، 2 مليار سيارة وذات موديل قديم يعني، وتم التعاقد على هذه الصفقة على أنها سيارات حديثة أم ماذا بالضبط؟ نعم، صفقة 2 مليار اللي سعر السيارة واحدة 130 مليون دينار، هذه هي صفقة حقيقة تشوبها الفساد، وأكثر من شخصية رقابيه اكدت انه هذا الموضوع فيه يعني شبهات، حتى مدير صحه البصره هو لم يفي انه هناك شبهات. بالنسبه للموديل اعتقد 2017 من شركه مرسيدس، حسب تواصلنا مع احد الشخصيات في شركه مرسيدس اكد لنا هناك فرق ما بين لربما اكثر من 30 مليون دينار بخصوص الصفقه، علما ان هذه السيارات هي ليست ضمن المواصفات الصحه الدوليه. هذا جانب هو من كثير من جوانب الرقابه في البصره، يعني انه يكون هناك ارباك في قضيه الرقابه على مستوى مجلس النواب، وكذلك يعني هناك رقابه دوليه على كما تكلمت سابقا على الصحه في العراق، يعني مستويات تقديم الخدمات
متدنيه جدا، حيث ان العراق لربما يكون ضمن التصنيف الدولي على ال 132 او اكثر، وفي التصنيف العربي اكثر من 17. بالتالي هذه التصانيفيه تاتي سلبا على واقع العراق. لذلك حقيقه من رساله من خلال قناتكم، يجب ان يكون هناك دور رقابي مميز، خصوصا نحن نتكلم عن موضوع اصلاح وموضوع تغيير، وهذا لا يوجد هناك يعني تطابق ما بين الافعال. طيب استاذ علي، الناشطون قالوا ان السيارات موديل قديم وهي ليست باسعاف، بل جرى تحويرها وتغييرها. نعم تسمعني الان؟ اسمعكم. نعم نعم، الصوره واضحه والصوت واضح بالنسبه لنا. السؤال يقول ان الناشطون قالوا ان السيارات هي موديل قديمه وجرى تحوير عليها وتغيير وهي قادمه من شمال العراق، ما تعليقك على ذلك؟ نعم بالتاكيد، هي صفقه السيارات التي جاءت الى البصره من خلال التعاقد مع الحكومه المحليه، هي جاءت عن طريق الشمال، اعتقد عن طريق دهوك او في دهوك، وهنا حقيقه تمت يعني صيانتها عن طريق الدوشمه او لربما يعني استصلاح السياره. بالتالي هو الموضوع فيه يعني مشاكل على مستوى الصيانه وعلى مستوى الصفقه. بالتالي هي دعوه من خلال قناتكم الى الدور الرقابي في مجلس النواب ان يتابع هذا الموضوع، كشف وكذلك نطالب يعني كشف هذه فضيحه تعتبر حقيقه. نعم سرقه كبيره، نطالب بالكشف عن هذا الموضوع والمتابعه داخل مجلس النواب عن طريق نواب البصره، وكذلك التعاقدات في شركه دلتا، هناك ملفات ايضا عن شركه دلتا التي قاموا بالتعاقد معها من خلال في زمن الكورونا، هناك اكثر من يعني مليارات الدنانير يعني تم التعاقد عن طريق هذه الشركه، ولم يعلن لحد الان يعني تفاصيل الموضوع. بالتالي كثير من المشاكل في البصره عن طريق التعاقد لم يعلن عن هذا الامر. طيب ما المشاكل الاخرى التي ممكن ان تطرحها اليوم عبر شاشاتنا من خلال الصفقات وسوء عقود والرقابه على الصحه والتربيه في محافظه البصره اليوم، كما ترى ذلك وانت كناشط وصوت حاكٍ باسم البصره ومواطنيها؟ بالتاكيد انا اطالب من خلال قناتكم نواب البصره 25 ان يتواجدوا في مستشفيات البصره، يعني مستشفيات العام الاغلب منها قديمه، بالتالي لا تقدم الخدمات بالمستوى المطلوب، وانا اتكلم هنا عن سياسه مدير صحه البصره، لا اتكلم عن الكوادر الخاصه داخل المستشفيات، انما اتكلم كسياسه واضحه على نواب البصره ان يتواجدوا وان يسمحوا لنا كحقوق انسان كمؤسسات رقابيه مدنيه الاتيان والرقابه بالمباشر، حتى بالتالي نصححها من خلال المواضيع التي تلبي خدمات المواطنين. بالتالي يجب ان يكون هناك استعجال في افتتاح المستشفى التركي، كذلك متابعه ملف المستشفى الصيني في ابو الخصيب، وكذلك المستشفى في شمال البصره، هناك بحاجه الى مستشفيات واجهزه لكشف مبكر الامراض السرطانيه. كل هذه النقاط يجب ان تكون من خلال متابعه داخل مجلس النواب، وكذلك المؤسسات الحقوقيه المعنيه بالمتابعه للامور الانسانيه في البصره. لذلك ايضا اطالب الحكومه المحليه ان تتابع هذه المواضع بشكل مباشر عن طريق ممثليها، لا يجب ان يكون هناك فقط تصريحات لهذه المواضيع. نتمنى للبصره حسن الحال مع انها جزيره تعوم على نفط. كان معنا الاستاذ علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الانسان من محافظه البصره، شكرا لك. والآن ننتقل إلى أبرز العناوين في ختام نشرتنا لليوم. مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لقانون دعم الأمن الغذائي واللجنة المالية النيابية تؤكد تضمينه مخصصات لوزارة الصحة. الديمقراطي يؤكد عدم التوصل إلى تفاهمات مع الاتحاد الوطني، والأخير يؤكد شراكته القوية مع الإطار الشيعي. منتقدا أداء حكومة الكاظم محافظ الديوانية يطالب بعقد اجتماع وزاري ميداني لمعالجة قضايا المحافظة.
المحاضرون في جميع المحافظات يجتمعون في تظاهرات مركزية أمام البرلمان في بغداد وحدوث إصابات واحتكاكات مع قوات الأمن. انتهت النشرة، شكرا للمتابعة.